الهجرة من الكاد للبيم. ممكن واحد يقول لي طب المشكلة بقى الناس أصلا عايزة تستلم مني لوح أوتوكاد، مش عايزة لوح بيم، والبلدية بتستلم مني اللوح كلها كاد، مطلوب إن أنا أسلمها أوتوكاد على أساس تاخد الموافقة والحاجات ديت. طيب ما فيش أي مشكلة خالص، أنت ممكن تعمل الشغل كله على البيم وتصدره للأوتوكاد، يعني كل برامج البيم بتصدر للأوتوكاد وبتصدر للبي دي إف بدون أي مشكلة خالص. فين المشكلة؟ هي الفكرة كلها ان انت بتشتغل بالبيم عشان تطلع شغل مظبوط، ما يطلعش فيه كلاشات، ما يطلعش فيه تعرضات، ما يطلعش فيه شغل ناقص، ما يطلعش فيه لوحة بتقول لك فيه عمود ولوحة تانية بتقول ان ما فيش عمود. وان شاء الله هعمل محاضرة عن اغلب المشاكل اللي واجهتني وكانت صعبة جدا في الكاد واتحلت ازاي من خلال البيم كلها من مشاريع حقيقية وشغل حقيقي ان شاء الله. تمام، اتفقت معاها يعني، اتفقنا على المحاضرة دي ان شاء الله قريب. تمام، فهي الفكرة كلها زي ما شفنا كده، الموضوع كله ان انت بتعمل شغل نظيف، بتطلع شغل نظيف، بتوفر وقت في الحصر، بتوفر وقت في موضوع الكليشيهات، بتوفر وقت ان انت تفكر في تصميم افضل بدل ما تقعد وقت كتير قوي في الرسم، لا بتوفر وقت الرسم دوت لان مزاجك بتاخد وقت اقل، وفي الاخر خالص بتصدر لهم الشغل اللي هم عايزينه، بيستلموه منك اوتوكاد ويستلموه منك مطبوع ويستلموه منك بي دي اف زي ما انت عايز. الشغل كله بيتم في قلب برنامج البيم وتصدر زي ما هم عايزين، لو عايزينه دي دبليو جي موجود، دي اكس اف موجود، بي دي اف موجود، دي دبليو اف موجود، كل الامتدادات بينفع ان انت تصدر منها الشغل، فمتقلقش من الموضوع دوت. انا اول ما بدأت اتعلم البيم كان في ناس بتديها لي كده تقول لي خد اعمل لنا الحاجة ديت وعايزينها منك كات، انا كنت بشتغل براحتي لاي برنامج انا عايزه وفي الاخر بروح مصدره لهم للكاد او للبي دي اف واديهم الشغل، وكنت بتعمد ان انا احط حاجه ثلاثيه الابعاد، احط حاجه ايزومتريك، احط حاجه ما تطلعش بالاوتوكاد بسهوله واوريهم الشغل. كان في حاجات كتير جدا بتاخد وقت مني حساب في الاوتوكاد، فكان البيم بيعملها اوتوماتيك، الحسابات الارتفاعات وحسابات الميول والحاجات دي كلها كانت بتخلص على طول اوتوماتيك، فكان بيوفر معايا وقت كتير جدا، فكان بيعجبهم الشغل فيقولوا طب عايزين حاجات 3 دي تاني، اقول لهم لا 3 دي ده هدية من عندي المرة دي، المرة اللي بعد كده نبدأ نتحاسب عليها. فهتلاقي فرق كبير جدا لما تشتغل للبيم ومش تخسر زباينك، بالعكس انت بتزود السوق بتاعك، بدل ما انت شغال في سوق الكاد بس هيبقى عندك امكانية تشتغل في سوق الكاد وفي سوق البيم.